يلا اليوم استيقظنا يوم بدون الرفيق بن سعيد أيتي الدر اللي عايشناه لعقود وعقود، لم نعيش نحن فقط كأبناء الحزب الاشتراكي الموحد بل كمغاربة الذين عايشوا شخصا ليس كل الأشخاص، إنسان يمكن القول عنه أنه واحد من كبارات رجالات الوطن وواحد من أعمدة المعارضة الحقيقية في هذا الوطن. السي بن سعيد كما كنا ننادي دائما هو مناضل من طينة خاصة، هو إنسان كذلك من طينة خاصة، مناضل الذي وهب حياته وعمره من أجل الوطن والشعب، مناضل اللي منذ أن فتح عينيه وهو ملتحم بالشعب، فتح عينيه إبان الاستعمار الفرنسي فاختار طريقه، طريق المقاومة بكل أشكالها السلمي والمسلحة من أجل إخراج المستعمر من الأرض، ومن أجل ليس فقط استقلال الوطن بل من أجل كذلك تحرر الشعب. وبعد حصول المغرب على استقلاله أبى السي بن سعيد أيتي الدر إلا أن يستمر في مسيرة المقاومة والكفاح، وينزل هذه المرة إلى الجنوب المغربي ليبادر بإعادة هيكلة جيش التحرير من أجل استكمال تحرير أرض الوطن باسترجاع الصحراء. ثم بعد ذلك وتشبتا بمواقفه وبمبادئه وبمشروعه الذي كان من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع، جر عليه هذا الموقف غضب المخزن والنظام الحاكمين آنذاك، ما دفعهم إلى محاكمته وإصدار العديد من الأحكام عليه منها حكم الإعدام، ما جعله أن يهرب إلى الجزائر ومن الجزائر إلى فرنسا. وهناك في الجزائر وفرنسا رفض أن يتخذ مواقف ضد الوطن، كان دائما بجانب الوطن ويحتضن الوطنيين والمواطنين، ومن فرنسا ظل يناضل من أجل ما وهب حياته عليه. ثم عاد بعد ذلك في الثمانينيات ليؤسس رفقة مجموعة من المناضلين والمناضلات حزب المنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وليستمر ليستمر على نفس الدرب وليتقدم إلى الانتخابات لإيمانه بالنضال في المستويين، نضال الجماهير الشعبي والنضال في المؤسسات. ومن داخل مؤسسات البرلمان كانت له مواقف سيذكرها التاريخ إلى الأبد، فمن سينسى عندما أبى رغم كل الضغوطات إلا أن يسأل ويتقدم بسؤال الوزير الداخلي آنذاك إدريس البصري عن معتقل تزمامرت السري، وهو أول سياسي وبرلماني يفجر هذا الموضوع وهذه القضية التي كانت تعتبر الطابو آنذاك في البرلمان. هذه في أواخر الثمانينيات كان أجبدها. ثم طرح مجموعة من الأسئلة، فبن سعيد رغم أنه كان أحيانا يكون بوحده في البرلمان لكنه كان أكثر من فريق، ومنذ ذلك اليوم مجموعة من الناس كيعرفوا شكون هو بن سعيد. وقبل ذلك بن سعيد لم حتى سنوات العمر تمضي به ظل دائما وفيا لمبادئ وقيمه، وإبان انفجار انتفاضة 20 فبراير وحركة 20 فبراير المجيدة أبى إلا أن ينحاز إلى الشباب وأن يوجه رسالة تاريخية إلى شباب حركة 20 فبراير يعبر فيها عن تبنيه التام لمطالبهم، وخاصة مطلب بناء مغرب الغد، مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة والاجتماعية. وجميع الشباب يتذكرون يوم 13 مارس 2011 عندما هاجم المخزن، هاجم الشباب
واحتموا بمقر حزب الشراكي الموحد، فأبى بن سعيد أن يتدر إلا الخروج ليحميهم بصدره وليواجه القوات القمع ويصرخ في وجه أن هؤلاء الشباب يطالبون بحقهم. وكذلك إبان حراك الريف أبى إلا أن يصدر رسائل وبيانات يساند فيها حراك الريف ومطالب الريف. وقبل بضع سنوات كذلك أصدر مجموعة من النداءات من أجل إطلاق سراح معتقل الريف. فالرفيق بن سعيد أيتي الدر الذي عاش تقريبا 99 عام، فهاد 99 عام أو هاد 9 عقود كاملة تقريبا بجانب الوطن من أجل دمقراطة الدولة ودمقراطة المجتمع، مات عاش رجلا نزيها، رجلا زاهدا، رجلا بسيطا مناضلا الشعب، وها هو الآن يغادرنا إلى الآخرة، يغادرنا وحوله إجماع من كل التيارات من كل التوجهات السياسية بالاحترام والتقدير. رحم الله بن سعيد أيتي الدر وأسكنه فسيح جنته. المجال أو التاريخ الطويل الذي قضيناه مع السي محمد بن سعيد على الأقل منذ دخوله إلى 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 المغرب وبناء منظمة العمل، تاريخ طويل بالعطاء وتاريخ طويل بالعلاقات الإنسانية العالية. ما يمكن أن أؤكده هو أنه اليوم بفقدان السي محمد بن سعيد يكون المغرب قد فقد أحد رموزه الكبيرة، ويكون المغرب قد فقد رجلا من صينة استثنائية، خاصة في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، وفي الدفاع عن الديمقراطية أساسا، وفي الكشف عن كل التجاوزات التي يمكن أن تكون لقضايا حقوق الإنسان. عاش السي محمد بن سعيد طيلة حياته معارضا للسياسات ومحاورا من أجل التطوير، محاورا من أجل أن يكون التطوير للمجتمع. السي محمد بن سعيد خلاصته الكبيرة هو أنه كان ينظر دوما إلى المستقبل، وشعلة المستقبل هي الشباب. ولذلك وجدناه مع 20 فبراير، وجدناه مع جميع التحركات ديال الشباب، وبالتالي نحن نؤكد بأنه كان أكثرنا شبابا، وكان أكثرنا قوة، وكان أكثرنا اندفاعا نحو الأمام، المدافع عن 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 عن, عن القضية الوطنية، المدافع عن وحدة المغاربية، المدافع بشراسة وبقوة على القضية الفلسطينية وقضايا التحرر بصورة عامة. الأستاذ محمد بن سعيد سجل طويل حافل بالعطاءات وبنكران الذات الذي لم يقايض بقيمه أي منصب ولا أي امتياز كيفما كان نوعه. عملة نادرة ضاعت. شكرا لكم. اليوم هو يوم التاريخ، تشيع جنازة رجل هرم كبير، أستاذ ومنار في النضال، سي بن سعيد أيتي الدر. سي بن سعيد أيتي الدر ماشي هو غير ديال الشراكي الموحد ولا اليسار للشراكي الموحد قبل منه ولا منظمة العمل إلى آخره، ولكن هو رجل ديال اليسار المغربي، ديال كل المغاربة، رجل اللي خلى البصمة ديالو في التاريخ السياسي المغربي. رجل صعيب انك تدوي عليه ولا حتى النعي ديالو صعب، حتى نعيه صعب. الفقدان ديالو هو فقدان صعب ومؤلم جدا، وكانك تفقد ابا روحيا تربينا عليه. وحنا كنقولوا دائما نحن ابناء مدرسه بن سعيد وفخورون باننا ابناء مدرسه بن سعيد.